السلام عليكم. هل يمكن تحويل الصحراء إلى أراضي مطرية؟ نعم، الصحراء ليست صحراء إلا غياب الرطوبة وارتفاع الحرارة، فالصحراء قادمة إلى الصحراء الكبرى تأتي من سيبيريا، وهي منطقة باردة جافة، وتأتي إلى صحراء حارة شديدة الارتفاع، ويكون تقلية رطوبة، وإذا وجدت في أي نسبة من الرطوبة فإنها تتبخر ولا تتكثف، والحل يكون هو توفير مصدر دائم للرطوبة في هذه الصحراء، ويكون عن طريق ملء المنخفضات المنتشرة في هذه الصحراء مثل مخابر القطارة وسيوة ووادي الريان. إذا تم توصيل لها بالبحر من خلال المنخفضات فإنها هذه البحيرات المنخفضات تتحول إلى بحيرات واسعة، وتحول إلى مصدر دائم للرطوبة وتبخار الماء، مما يؤدي إلى وجود بخار ساخن يرتفع إلى الجو ويكون السحب، ويعمل على انخفاض درجات الحرارة وهطول أمطار بشكل دائم. وهي فكرة سهلة لا تتطلب سوى خطوات بسيطة جدا، من حفر القنوات أو الأنفاق لتوصيل الماء إلى هذه المنخفضات.